تبذل الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالتعاون مع الجهات المعنية وذات الخبرة في القطاع البترولي لتوعية المواطنين ومستخدمي محطات تزويد الوقود باشتراطات السلامة علاوة على ذلك تراقب الهيئة تطبيق المحطات في مملكة البحرين معايير السلامة بكل دقة لا مناص من التوجه لمحطات تزويد الوقود بشكل مستمر اذ ان السيارة الآن صارت من ضروريات الحياة إلا أن هذه العملية تتطلب الالتزام بالعديد من الاشتراطات، فمعيار السلامة في هذا المجال هو الأهم، وهو ما تضعه الهيئة الوطنية للنفط والغاز نصب أعينها عند إنشاء وصيانة ومراقبة جميع محطات التزود بالوقود على أرض مملكة البحرين. إحنا نتبنى اعلى المواصفات والمقاييس العالميه لبناء المحطات من ناحيه الادوات المستخدمه من ناحيه المواد المستخدمه وهذه طبعا بالتنسيق مع هيئه النفط الهيئه الوطنيه للنفط والغاز سلامة محطات الوقود وسلامة المستخدمين لها هي مسؤولية مشتركة تتطلب التزام المحطات بالاشتراطات الأساسية وكذلك تتطلب التزام قائد المركبة باشتراطات السلامة والا سيتم الاعتذار له بعدم تزويد سيارته بالوقود. هناك اشتراطات سلامة لازم يلتزم فيها سائق المركبة. عندنا منها طبعا إيقاف محرك السيارة وعدم استخدام الهاتف النقال. طبعا في بعض الزبائن يجي ايه ويكون يعني مو فاهم هاي ليش هنا نقوم بهاي الاشتراطات اذا اصر انه هو ما مثلا ما يسكر السياره مثلا او يستخدم هاتفه هني نعتذر له يعني انه هنا ما نقدر شو اسمه نشحن لك سياره عملية إنشاء محطة الوقود عملية ليست بالمقدار السهل الذي يتبادر لذهن أي شخص فبدءا من عمليه اختيار المكان المناسب وتجهيز البنيه التحتيه بالشكل والمعايير المطلوبه وصولا الى خزانات الوقود الارضيه ومضخات نقل الوقود من الخزانات الى مضخات التزود المباشر هي عمليه غايه في الدقه. طبعا الاشتراطات السلامه في المحطات تبتدي طبعا من اختيار الموقع لانشاء المحطه لان مثل ما نعرف مو باي موقع صالح لبناء محطه بترول، فهناك لجنه فنيه فيها اعضاء يمثلون جميع الجهات الحكوميه والهيئه الوطنيه للنفط والغاز بالاضافه حق بابكو يدرسون كل موقع على حده. جهود كبيره تبذلها عمليات التفتيش والمراقبه باشراف من الهيئه الوطنيه للنفط والغاز ايمانا منها بان سلامه المواطن هي فوق كل اعتبار. وعليه يجب على جميع المحطات اتباع التعليمات والحذر واتخاذ التدابير اللازمه تحسبا لاي طارئ يحيى العمري لمركز الاخبار تلفزيون البحرين